طيب أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. من المواقع المحلية، قصة عامل صحي عالج أول مريض بكورونا في اليمن. غضب حوثي عقب إعادة أكاديميين يمنيين للعمل في السعودية. أخبارنا المنوعة، خروج رجل من كهفه بعد 20 عاما لأخذ لقاح كورونا. أهلا بكم. الحوثي والمخدرات، محاولة غسل العار، عنوان لافت تصدر موقع المشاهد نت، وتحدث الموقع فيه عن لوحات إعلانية انتشرت في شوارع صنعاء في الأسابيع الفائتة تنصح المواطنين بالابتعاد عن تجارة وتناول المخدرات. هذه اللوحات كانت ضمن حملة إعلامية منظمة للتوعية بمخاطر المخدرات والحد من تداولها، كما تقول وسائل إعلام جماعة الحوثي في صنعاء. لكن الأهداف الحقيقية وراء هذه الحملة وفقا للموقع لم تتضح بعد، كون الجماعة لديها سجل أسود في تجارة المخدرات. عبد الواسع الفاتكي محلل سياسي يقول المشاهد إن سبب في تدشين جماعة الحوثي حملات توعية بالمخدرات ومخاطرها يعود إلى الخوف من انتشار المخدرات بشكل كبير، بحيث يصعب السيطرة عليها والتحكم بها، إضافة إلى رغبة جماعة الحوثيين في تبرئة ساحتها لدى المواطنين بأنها ليست وراء انتشار المخدرات وأنها جادة في محاربتها. يقول الموقع إن الكثير لا يدركون ضلوع الجماعة بشكل كبير في تجارة المخدرات، إذ تعد مسقط رأس الحوثيين محافظة صعدة من أهم وأشهر المدن اليمنية في تجارة المخدرات، كونها منطقة عبور للممنوعات على الحدود السعودية. سعاد علوي رئيسة مركز عدن للتوعية من خطر المخدرات في حديثها لموقع المشاهد نت تقول إن لجماعة الحوثي تاريخا طويلا مع المخدرات، إذ تعتبر تجارة المخدرات أحد أهم مصادر تمويلها خلال الحرب الدائرة في اليمن، والتي تسهم في إطالة أمدها وتكبيد اليمنيين المزيد من العناء. وفقا لموقع عدن الغد، غضب الحوثيون بعد تراجع السعودية عن إلغاء عقود الأكاديميين اليمنيين في جنوب المملكة. وتساءل موقع عدن الغد مستندا إلى أحد الإعلاميين عن غضب الحوثيين لقرار تراجع السعودية في إلغاء عقود الأكاديميين، بينما أفرح القرار اليمنيين كافة. وقال الموقع إن قرار إلغاء العقود لو كان يهم الحوثيين ما تحالفوا مع إيران لتدمير الشعب في الداخل والخارج، وأضاف لو كان يهمهم اليمنيون ما تحالفوا مع إيران الدولة التي لا يوجد فيها مغترب واحد. من المعلوم أن الحرب تعني حالة التردي القصوى، وهذا ما يجعلها أكثر المصائر الاجتماعية حزنا وفجيعة. والحرب حين تنفجر، ومهما كانت قضيتها ومسوغاتها، فإنه لا يكون من العسير على أي كان إن تجرد للحقيقة أن يدرك أي الأطراف أقرب للحق، والحق هنا هو في ضمان الحرية والذوذ عن الكرامة. كانت هذه بداية لمقال كتبه عبد الله شروح لموقع المصدر أونلاين. كانت لدينا جمهورية ضمنت في إطارها كل تبايناتنا، تبايونات مضت تعبر عن نفسها من خلال فعاليات ومظاهر ظلت في مجملها في المساحة الآمنة. لم تكن تجربة مثالية ولا حتى أقرب للكمال، فهي في النهاية وليدة مجتمعنا بمستواه المعرفي وموقعه المتواضع من سلم الحضارة. أثناء انهماكنا في العملية السياسية، حدثت في مراحل معينة احتكاكات وتناوشات كانت لها أسبابها الوقتية، وأثناء ذلك كله كانت الإمامة تعد عدتها للانقضاض على الإطار الجمهوري برمته وتهشيم سقفه على رؤوس الكل. فصيل عريض من القوى المحسوبة على الجمهورية كان يرى مثل الجميع ذلك السيل الإمامي ينحدر من أقصى الشمال، مجتثاً في طريقه كل معالم الدولة والجمهورية، توغلاً نحو العاصمة بيت الجميع وقلب دولتهم. ذلك الفصيل لم يرى في السيل الإمامي خطر ابتلاعه شخصياً ضمن ما يمثله من خطر كلي على المجتمع،
بل رأى فقط إمكانية التخلص من خصمه الجمهوري، خصمه الذي ينافس وإياه وفق قواعد السياسة الأمنية وداخل إطار الجمهورية، عوضاً عن أن يشتغل ذلك الفصيل على التحذير من خطر السيل الإمامي وأن يؤدي دوره كقوة جمهورية وأن يسعى لتمتين علاقته بباقي المكونات الجمهورية لصد الخطر، متجاوزاً الأحقاد التي هي من طبيعة إفرازات العمل السياسي الطويل. عوضاً عن كل ذلك اختار أن يشتغل كمبشر للسيل المدمر وفي نبرة تشف لا نزال نتذكرها جميعاً. تم تحرير الجنوب من الحوثي ولكن ليخضع لميليشيا تخضع بدورها لأجندة خارجية، وضمن تصور لجعل تلك المساحة من الأرض رهناً للون واحد وصوت واحد. حالياً ومنذ مدة تبقت للجمهورية رقعة بسيطة، مساحة من مأرب وجزء من تعز لحيفيات كثيرة. لم يتمكن ذلك الفصيل من الحضور في مأرب بالشكل الذي يضمن له إحداث أثر، ما تبقت له تعز. موقع خيوط تحدث عن البطل الأول في وجه كورونا، وقال الموقع إن سبب هذه التسمية هو أن هذا الشاب أول ممرض يقوم برعاية أول مصاب بفيروس كورونا في اليمن، وقد حدث ذلك في عام 2020. الممرض الذي تجنب الموقع كتابة اسمه الحقيقي خوفا من التمييز يعمل في مجمع تيسير الطبي بمدينة الشحر، وهناك اكتشفت أول حالة لكورونا، ويعرف الممرض بين زملائه بالمثابرة والإخلاص في العمل في ظل إمكانيات ضعيفة وإجراءات حماية ووقاية محدودة. قام هذا الشاب بدور بطولي في مواجهة الفيروس، إذ ظل في خط الدفاع الأول لمواجهة هذا العدو الخفي ومارس مهامه الطبية بكل مسؤولية وأمانة، ولم يشفع له هذا الدور أمام جبروت السلطة وقواتها الأمنية، فقد تعرض للضرب من قبل قوات الأمن داخل مجمع تيسير الطبي. بدلا من أن ترفع له القبعات وتضرب له التحايا، رفع في وجهه سلاح آلي وضرب بعقابه في جسده. عكس هذا التصرف الشنيع في حق هذا الطبيب الواقع المرير الذي تواجه الأطقم الطبية في زمن كورونا والحرب. واجه الشاب وزملائه في مجمع تيسير تصرفات لا إنسانية من قبل قوات الأمن، وقضوا لحظات عصيبة بالإضافة إلى الضغط النفسي الذي خلفه اكتشافهم للإصابة الأولى بكورونا. يومها قامت قوات الأمن باحتجازهم داخل المجمع لمدة يومين، وأغلقت عليهم أبوابه من الخارج، وهو ما ضاعف المعاناة النفسية والصحية لهم، وأصيب العديد منهم بانهيارات عصبية. يروي حسام أصعب لحظاته تلك لخيوط ويقول إن يوم الجمعة 10 أبريل 2020 يوم لا ينسى في حياته الشخصية، فقد انقلبت لديه موازين كثيرة في حياته. ويضيف: حرمت منذ ذلك اليوم من تقبيل رأس أمي وأبي ومن عناق إخواني ومقابلة أحبائي وأصحابي. أقدمت ميليشيا الحوثي على فصل نحو 8000 معلم وعامل في القطاع التربوي ضمن خطة واسعة تشمل تسريح عشرات الألاف من موظفي القطاع العام في مناطق سيطرتها، وقد علق حول هذا الانتهاك موقع بلقيس. ميليشيا الحوثي تفصل 8000 معلم وعامل في القطاع التربوي، وقالت مصادر عاملة في التربية أن ميليشيا الحوثي أقرت فصل 5000 معلم في صنعاء و 3000 آخرين في المحافظات الأخرى في إطار الخطة التي أقرها ما يسمى المكتب التربوي بهدف إحكام السيطرة على قطاع التعليم. ودفعت ميليشيا الحوثي بعناصرها من الجنسين لتغطية العجز القائم في المدارس كخطوة أولى لتثبيتهم. يأتي هذا الإجراء بعد نحو أسبوع من حديث زعيم الميليشيا عبد الملك الحوثي بتطهير مؤسسات الدولة من الموالين للحكومة الشرعية. حسن عبد الوارث يكتب لموقع بلقيس عن المناسبات التي فقدت بهجتها، ويضيف في مقال نشر جزء منه: تأتي المواسم وترحل، وتقدم المناسبات وتمضي، وتتوالى العطلات تترى من دون أن يشعر المرء بحضورها أو غيابها، ولو استمر الحضور شهرا والغياب دهرا. حتى عيد الأضحى ومثله عيد الفطر لا ترى له وجودا إلا في ملابس الأطفال وألعابهم النارية وضحكاتهم التي لا تكتمل. فحتى الأطفال صاروا يدركون حجم المعاناة ووطأة الهموم وشدة المكابدة التي تنتاب أهاليهم بقدوم هذه الأعياد جراء ضيق ذات اليد على نحو مرعب.
وحدهم تجار الأعياد والمواسم، وهم صنو تجار الحروب تماماً، يبتهجون لقدومها إذا تعني لهم مزيداً من الأرباح ووفرة في الأموال تكتظ بها جيوبهم وخزائنهم. والحديث هنا يخص كبار التجار فحسب، أما صغارهم فقد غدوا من أهل الكفاف. كان الناس يحصون الأيام المتبقية على قدوم هذا العيد أو تلك المناسبة على نحو لافت من الغبطة والحبور، وهم يعدون العدة له منذ شهور، فإذا ما حل حلت البهجة بقدر ما تحل البركة، فتسمو النفوس بالكرم وتترع القلوب بالخير ويهطل في الأيدي غيث العطاء. أما اليوم ومنذ سنين غير قليلة فقد صار العيد ومثله موسم العودة إلى المدرسة مناسبة للنكد وموعدا للكرب وحالة قدرية باعثة على الهم والغم والألم الموغل في الروح والجسد معا. فقد بات موسم المدارس الذي حل قبل أيام موسما لقهر الآباء وسهر الأمهات وإحباط الأبناء، وفي كل عام تتصاعد وتيرة الغلاء في أثمان مستلزمات المدارس ورسوم الدراسة، وقد انخفضت القدرة الشرائية للعملة المحلية إلى مستويات متدنية جداً، وباتت الميزانية المخصصة لهذا الغرض أوداك من أغراض موسم المدارس باعثة على الرغبة الجامحة في الانتحار. قالت صفاء معطي وهي من سكان عدن: لا نرى أي تحسن في وضع العملة ولا تغيير، رواتبنا في تدهور، وطبعوا أم لم يطبعوا أتوا بعملة قديمة أو بعملة جديدة، الوضع يتدهور وتابعت، نحتاج إلى حل جذري. جاء هذا في تقرير نشر على موقع دي دبليو. حرب العملة بين الحكومة والحوثيين تعمق معاناة الناس. تلقي حرب العملة في اليمن بظلالها على الحياة اليومية للناس، فرغم أن هناك عملة واحدة إلا أن لها سعرين للصرف، وهو أمر خارج عن المألوف بحسب خبراء، فكيف حصل ذلك؟ وكيف يؤثر ذلك على اليمنيين؟ ويقول الخبير الاقتصادي والمستشار السابق للبنك المركزي في عدن وحيد الفودعي إن هذه العملات القديمة أخذت من احتياطات المصرف، لكن خبراء أثاروا شكوكا بشأن ما إذا كانت قد طبعت مؤخرا، وسارع المتمردون إلى اتهام الحكومة بطباعة هذه الأوراق في عام 2021، وقاموا على الفور بحظر تداولها في مناطق سيطرتهم، وأعطوا السكان توجيهات للتعرف على هذه الأوراق التي اعتبروها مزيفة. كما اتهموا مؤخرا شركة غوزناك الروسية بأنها طبعت في يونيو 2021 بالتواطؤ مع البنك المركزي في عدن كمية كبيرة من النقود المزورة، لا سيما فئة الألف ريال، ولم يرد البنك المركزي في عدن وغوزناك على طلب فرانس بريس التعليق، فيما يقول خبراء إنه سيصعب التمييز بين العملات. صحيفة الإكسبريس الفرنسية اعتبرت أن ما يحدث بخصوص العملة في اليمن حرب لا يقل ضررها عن المواجهات، وعنونت الصحيفة في تقرير ترجم لصالح بلقيس: في اليمن أعلنت حرب العملات بين الموالين والمتمردين. وقالت الصحيفة: في بلد يعيش صراعا منذ 7 سنوات كانت الأطراف المتنافسة تستخدم نفس العملة حتى نهاية عام 2019، لكن في ذلك الوقت تجاوزت الانقسامات اليمنية إلى الريال. منع المتمردون تداول الأوراق النقدية الجديدة المطبوعة في عدن من التداول في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، ونتيجة لذلك تراكمت هذه الأوراق النقدية في المناطق الخاضعة لسيطرة الموالين، مما تسبب في انخفاض غير مسبوق في قيمة الريال وتضخم سريع. وتعلق أمل ناصر الخبيرة الاقتصادية في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية بقولها: نشهد الآن سعرين لعملة واحدة من وجهة نظر اقتصادية، يعتبر هذا الأمر انحرافا، وبحسب روايات عدة فإن هذا الفارق يعني أيضا أن اليمنيين يدفعون ثمنا باهظا لأي تحويلات نقدية بين المنطقتين، فالعمولات كبيرة وما يقرب من 30 مليون يمني لم يكونوا بحاجة إلى ذلك. تقول الصحيفة: في نهاية المطاف لم يعد سكان اليمن يعرفون ما الأوراق النقدية التي يجب أن يستخدموها. عن نهاية الهيمنة الأمريكية كتب المفكر الشهير فرانسيس فوكوياما مقاله المشهور في الأكونوميست، والذي
ترجمه علاء الدين أبو زينة لصالح صحيفة الغد الأردنية. شكلت الصور المروعة التي يظهر فيها أفغان يائسون وهم يحاولون الخروج من كابول الأسبوع الماضي بعد انهيار الحكومة المحلية المدعومة من الولايات المتحدة، شكلت منعطفاً رئيسياً في التاريخ العالمي، بينما تدير أمريكا ظهرها وتبتعد عن العالم. وحقيقة الأمر أن نهاية الحقبة الأمريكية جاءت قبل ذلك بكثير، وكانت المصادر طويلة الأمد للضعف والانحدار الأمريكيين محلية أكثر منها دولية، وسوف تبقى الولايات المتحدة قوة عظمى لسنوات عديدة، لكن مدى تأثيرها سيعتمد على قدرتها على إصلاح مشاكلها الداخلية أكثر من اعتماده على سياستها الخارجية. استمرت فترة ذروة الهيمنة الأمريكية أقل من 20 عاماً، من سقوط جدار برلين عام 89 إلى وقت قريب من الأزمة المالية العالمية في 2007-2009. وكان هذا البلد مهيمناً في العديد من مجالات القوة آنذاك، العسكرية والاقتصادية والسياسية والثقافية، وكانت ذروة الغطرسة الأمريكية هي غزو العراق في العام 2003، عندما كانت أمريكا تأمل في أن تكون قادرة على إعادة تشكيل ليس أفغانستان التي كانت أمريكا قد غزتها قبل عامين والعراق فحسب، وإنما الشرق الأوسط بأكمله. وقد بلغ البلد في تقدير فاعلية القوة العسكرية في إحداث تغيير سياسي أساسي، حتى في الوقت الذي قلل فيه من تقدير تأثير نموذج اقتصاد السوق الحرة في التمويل العالمي. وانتهى العقد بتورط القوات الأمريكية في حربين مضادتين للتمرد وأزمة مالية دولية زادت من التفاوتات الهائلة التي أحدثتها العولمة التي تقودها الولايات المتحدة. كانت درجة أحادية القطبية في تلك الفترة من النوع النادر نسبياً في التاريخ، وكان العالم يعود إلى حالة أكثر طبيعية من التعددية القطبية منذ ذلك الحين، مع اكتساب الصين وروسيا والهند وأوروبا ومراكز أخرى في العالم المزيد من القوة مقارنة بأمريكا. قالت صحيفة بريطانية في افتتاحيتها إن ما حدث في أفغانستان يعتبر أسوأ إذلال بريطاني في الخارج منذ السويس. واعتبرت الجاردن أن الحكومة البريطانية خسرت وقتا حاسما الأسبوع الماضي لتنظيم عمليات إجلاء المترجمين والمترجمين الفوريين وموظفي سفارة المملكة المتحدة المحليين وحراس الأمن. وأشارت الصحيفة إلى أن جونسون كان انطلق في إجازة يوم السبت، بينما كانت كابول على حافة الهاوية قبل أن يعود إلى مقر الحكومة داونيك ستريت في اليوم التالي في حالة ذعر. وتتساءل الصحيفة باستنكار بماذا كان يفكر؟ ألا يشاهد الأخبار؟ في غضون ذلك كان وزير الخارجية دومينيك راب يتشمس على شاطئ في جزيرة كريت، بحسب الصحيفة التي أضافت أنه رفض نصيحة المسؤولين العاجلة بالاتصال بوزير الخارجية الأفغاني بشأن المساعدة في الإجلاء، وواصل إجازته مع سقوط كابول ليعود إلى مكتبه في اليوم التالي. واعتبرت الصحيفة أن بريطانيا تبدو كجونسون نفسه، ضعيفة وخاسرة ورثة وغير جديرة بالثقة. وختمت الصحيفة بالقول إن الأسبوع الماضي شهد هزيمة تاريخية ومدمرة لبريطانيا، ورئاسة بايدن وحلف شمال الأطلسي والغرب والديمقراطية والأخلاق وحقوق الإنسان العالمية. ومن الأخبار المنوعة، نشر موقع المجهر خبرا عن رجل الكهف الذي قطع خلوته من أجل لقاح كورونا. اختار رجل صربي أن ينعزل عن مجتمعه بصورة تامة، فاتخذ من كهف في منطقة نائية منزلا له قبل نحو 20 عاما. خلال هذه السنوات لم يكن يغادر الرجل كهفه البعيد إلا نادرا وبالصدفة البحتة، وفق ما جاء في الخبر الذي وزعته وكالات الأخبار. اكتشف أثناء زيارة سريعة لمدينة قريبة أن هناك وباء متفشي اسمه كورونا، وعندما أصبحت اللقاحات المضادة للفيروس متوفرة خرج من الكهف وأخذ الجرعة الأولى، وقال بيتروفيك الذي يبلغ من العمر 70 عاما أنه يريد الحصول على الجرعات الثلاث المضادة للفيروس. ويعيش بيتروفيك في كهف يصعب الوصول إليه، إذ يتطلب الأمر تسلق مرتفعات صخرية في مهمة تصعب على أصحاب القلوب الضعيفة. وداخل الكهف يعيش الرجل المسن مع حيوانات مثل الماعز والدجاج والقطط، بالإضافة إلى كلب. وقبل انعزاله عن المجتمع تبرع المسن الصربي بكل ما يملك من أموال المساهمة في بناء
جسور صغيرة بمدينته. شهد العالم خلال العام الجاري كوارث طبيعية متتالية تفاقم حجمها بسبب التغير المناخي. ولاية نيس الأمريكية كانت واحدة من المناطق التي تأثرت من الفيضانات الكارثية والأمطار الغزيرة، حيث خلفت الأمطار الغزيرة عشرة قتلى وعشرات المفقودين، وجرفت عددا من المنازل والطرقات في الولاية. نشاهد الآثار التي خلفتها الفيضانات بهذا الفيديو الذي نشر في موقع الآرتي عربي. استعرض موقع العرب الجديد أبرز الأحداث في المنطقة العربية والعالم في أسبوع نشاهد سوياً الصور. العديد من رسوم الكاريكاتير التي نشرت في الصحف والمواقع الأخبارية نتابع. بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.